انتظار يموت يا جماعة. شوفوا لك من هو لك اخوي. طبعا بالمستشفى تصور نفسك انت بسورية، والمهم كلهم يحجون سوري، الموظفين الموظفات الدكاترة. كل جناح بالمستشفى راح تلقى بيه ماكينة مال قهوة. أنا شكلت الماكينة وجو العمال يساعدوني صاروا يانا حراشب. هسه خلصنا من المستشفى طبعاً. وخدنا ليش جم مطعم شور وعشا حنرجع للبيت. عالجوع قاتل فتحتها وكيتها ما تحمل تضرب بالنخاع. وهنا خطفة شرقة بشارع محمد علي وجواء جميلة يا شباب.